قسم هندسة تقنيات الحاسوب، المرحلة الثالثة تصميم منظومات الزمن الحقيقي Real Time System Design RTS. Real Time System Design Laboratory، مختبر تصميم منظومات الزمن الحقيقي. Experiment 1، تجربة رقم 1. Introduction to Arduino، مقدمة إلى Arduino. فاضل محمد علي صالح. تشمل هذه المحاضرة المحاور التالية: What is Arduino؟ ما هو الأردوينو؟ Digital Input Output، Practical Experiments، Discussion، مناقشة. المحور الأول: What is Arduino؟ Hardware، Software، AIDE، Arduino Integrated Development Environment، Application Program. Arduino، Arduino Uno، هذا هو الأردوينو. ما هو الأردوينو؟ يعتبر الأردوينو حاسبة صغيرة، لوحة صغيرة، حجمها أقل من حجم كف اليد، أقل من نصف كف اليد. هذه تعتبر حاسبة متكاملة، بها CPU، بها ميموري رام وروم، وبها أيضا تحتوي على إدخال وإخراج Input Output. إذن هي تخضع لتعريف الحاسبة، فهي تعتبر حاسبة صغيرة رخيصة الثمن. تتكون هذه الحاسبة أو المذربورد، هذا اللوحة أو البورد أو المذربورد نسميها، تتكون من القطع أو الأجزاء التالية. أهم جزء بها هو المايكرو كنترولر، المايكرو كنترولر من نوع أتميجا 328، هذه الاي سي 28 بن، نوع اتميجا 328 من انتاج شركة اتميل. هذه هي المايكرو كنترولر، او سميناها الامبيدد سيستم، امبيدد سيستم او المايكرو كنترولر. هذا المايكرو كنترولر ممكن ان نشغله على بريد بورد، نضيف عليه حتى يشتغل، يحتاج الى أوسيليتر، هذا هو الكريستال أوسيليتر، ينطينا 16 ميجا هيرتز الذبذبة مالت الكلوك، ويحتاج أيضا إلى باور سبلاي، وهذا هو الجزء هنا عندنا الباور سبلاي. الباور سبلاي ممكن أن يأخذ إكسترنال باور سبلاي من 7 إلى 12 فولت من هذا المدخل الخارجي، ممكن نجهزه باور سبلاي خارجي. ممكن أيضا أن نجهزه بالباور سبلاي، يتجهز عن طريق الـ USB to PC، هذا هنا الـ USB to PC ممكن أنه نجهزه للأردوينو عن طريق الـ USB، نجهزه من الحاسبة بالباور عن طريق هذا الكونكتر. وعندنا أيضا يوجد طريق آخر أيضا اللي هو من أنا من هذا الكونكتر الباور سبلاي، عندنا VN وGround، ممكن أجهزه عن طريق باور سبلاي خارجي. ايضا ممكن عندنا 3 طرق للتجهيز، اما خارجي عن طريق هذا البنات، او عن طريق هذا الكونكتر، او عن طريق الحاسبة من الـ USB كونكتر. هاي بالنسبة للباور سبلاي، وعندنا هاي قلنا المايكرو كنترولر هي والكريستال أوسيليتر. طبعا موجود ايضا على هذا اللوحة، على هذا المذربورد الصغير، عندنا هنا ريسيت بوتن، عندنا بوش بوتن يسموها ريسيت بوتن. هاي الريسيت هي تقوم بتصفير البرنامج وإعادته إلى نقطة البداية، نحتاجها أحيانا نسوي ريسيت ونشغل البرنامج من البداية. عندنا أيضا هنا يوجد من الأجزاء الرئيسية في الأردوينو ذني الكونكترات الأربعة، 4 قطع من الكونكترات. كونكتر، هذا الكونكتر خاص بالباور سبلاي، هذا الأول، وعندنا كونكتر خاص بالأنالوج إمبوت، كونكتر خاص بالأنالوج إمبوت، وعندنا كونكترين واحد مجاور للآخر متجاورات خاصة بالديجيتال إمبوت أوتبوت، إشارات الإدخال والإخراج الرقمي. هذه هي الكونكترات اللي تمثل لنا الـ IO اللي ممكن أن نربط عليها
العالم الخارجي، شكو عندنا ديفايس او سنسرات او اكتويترز خارجية ممكن ان نربطها على هذه النقاط، هذه الكونكترات. هذه طبعا عندنا ايضا هذا الاردوينو ممكن ان يشتغل سيريال، السيريال عن طريق بين الزيرو والواحد، التي اكس والار اكس، الراس ترانسميتر والريسيفر. طبعا هذا هنا عندنا السيريال يتحول الى يو اس بي عن طريق هذا البروسيسور الصغير الموجود هنا اللي هو عبارة عن سيريال تو يو اس بي كونفرتر، فهذا هو يسوي لنا الماتشنج بين اليو اس بي للحاسوب وبين السيريال للمايكرو كنترولر. هذه تقريبا اهم الاجزاء اللي موجودة عندنا بالاردوينو اونو. اردوينو اونو هو اسهل الانواع من الانواع القياسية الاستندرات المعتمدة الاردوينو. طبعا عندنا هنا البنات ناخذها بالتفصيل، ننتقل الى تفصيل هاي الكونكترات الاربعة. فعندنا اول ما نبدي بالباور سبلاي، هذا عندنا الباور سبلاي هنا البنات الموجودة عليه مثل ما قلنا، اول واحد في ان لتجهيز القدرة الخارجية اذا نحتاج، ويما جراوند اثنين نقطتين للجراوند، وثم عندنا الخمسة فولت اللي ناخذ من عندها في سي سي الى البريد بورد التجارب الخارجية، نحتاج في سي سي فنقدر ناخذها من الاردوينو نفسه. وعندنا ايضا 3.3 فولت، هذه عندنا الأجهزة الحديثة الإلكترونيات معظمها تعمل ب 3.3 ما تشتغل على 5 فولت، فممكن أيضا ناخذها من هنا 3.3 فولت نشغل بها كل الأجهزة والمعدات اللي تشتغل على 3.3 فولت. هذا بالنسبة للباور سبلاي. الكونكتر المجاور إلى بصفة هو عبارة عن 6 نقاط من A0 إلى A5، هذا عملها هي شنية هذه الكونكتر، هذا analog input، هذا لاستقبال او استلام الاشارات التماثلية الانالوج سيجنال. اذا عندنا 6 channels 6 قنوات للادخال اشارات الانالوج للاردوينو عن طريق هذه البنات الستة من A0 A1 A2 A3 الى اخره. عندنا بالجهة الثانية من 0 الى 13، هذه 14 نقطة 14 بن هنا ممكن ان نستخدمها للادخال والاخراج الرقمي ديجيتال انبوت اوتبوت، ممكن انه ابرمجها بالبرنامج حسب حاجتي، ممكن اسويها ديجيتال ان او ديجيتال اوت حسب الحاجة شو احتاج بالتجربة او بالمشروع اللي اشتغل عليه، فاقدر ابرمج ذني الاطراف البورتات كادخال او اخراج. ايضا عندنا 6 بنات او 6 اطراف او 6 نقاط هي نسميها بلس ويث موديليشن بي دبليو ام اوتبوت، هذه تمثل لي نقاط اخراج تماثليه انالوج اوتبوت اللي هي 3 و5 و6 9 10 11. طبعا هم مميزيها معلمين عليها علامه الاي سي، عليها علامه الاي سي، هذه هي النقاط اللي تطلع لي Pulse Width Modulation Output، هاي ممكن أنا أعتبرها Analog Output. طبعا تشتغل وفق نظرية Pulse Width Modulation. شنو هاي النظرية ببساطة؟ هذه تشتغل أنه الـ Output هو مو Analog مستمر، وإنما Pulses عرضها عرض البلس يتناسب ويا الفولتية، يعني الأفرج مال هذا البلس هو يطلع لي الأنالوج أوتبوت. فمثلا اذا اريد الفول سكيل 5 فولت فيكون عرض البلس كامل 100% ديوريشن سايكل كلها هاي 5 فولت، فيطلع الافرج مالتها ايضا 5 فولت. اذا اريد 2.5 فولت مثلا 2.5 فاخذ الديوريشن 50%، يعني نص الويف هاي ونص الويف لو، فيطلع عندي ديوريشن يسموه 50%، معناته الافرج مالتها 2.5، وهكذا اذا اريد 1.25 نص ال 2.5 فمعناته خلي ديوريشن 25%، يعني 25% هاي السيجنال تكون 5 فولت و 75% تكون لو يعني زيرو، فالافرج يكون مالها 1.25، وهكذا نسبة وتناسب اقدر احسب ايش قد اريد ديوريشن. هاي شلون اخرجها بعدين تشوفوها بالبرنامج من نوصل الى انالوج اوت، عندنا معادلة بسيطة جدا اقدر احسب على ضوءها
ايش قد احتاج اخليه ديوريشن سايكل حتى احصل الانالوج المطلوب. هذا هنا عندي كونكتر طبعا ان سيركت سيريال بروجرامينج، ان سيريال سيركت بروجرامينج، هذا الكونكتر للبرمجة الاردوينو وهو شغال. احنا هذا ما نستعمله في تجاربنا، راح نستعمل اليو اس بي، لان برمجتنا راح تصير عن طريق البي سي، عن طريق الحاسبة الهوست كمبيوتر، وليس عن طريق المبرمجة الخاصة عن طريق الاي سي اس بي. هذا كل ما موجود من هاردوير. طبعا هذا هو الهاردوير، الوصف باختصار للوحة الاردوينو اونو، هذا باختصار الوصف الهاردوير. طبعا الميموري اللي عندنا داخل هذا المايكرو كنترولر نقدر نقسمه وفق المابينج مالته. هذا المخطط قدامنا ويمثل لي الاتميجا 328 ميموري. يعني شنو اللي بداخله هذا، شلون يتقسم؟ يتقسم كالاتي: ستاتيك رام 2 كيلو بايت ستاتيك رام، فلاش ديسك 29 كيلو بايت. هذا هو الجزء المخصص لكتابة البرامج اللي هو 29 كيلو. الاي اي بروم 1 كيلو بايت، هذا لخزن البارامترز اللي ما نريدها يعني الثابتة، الثوابت العوامل الثابتة نريد نخزنها، يعادل لنا شلون بالحاسبة الاعتيادية الهارد ديسك. هذا هو الاي اي بروم، هذا تبقى مخزونة البارامتر اللي نبرمجها ونبقيها ثابتة داخل المايكرو كنترولر، فحتزيلها بالميموري 1 كيلو بايت. عندنا الستاتيك رام هو للبيانات، شلون عندنا الرام داخل الحاسبة تمبرري ستورج، البيانات اللي ما نحتاجها تبقى بالحاسبة من تطفى يعني تروح، اللي تحتاجها اثناء الرننج اوف بروجرام للداتا بالضبط يعادل لي الرام مال الحاسبة. فعندنا خالي 2 كيلو. فلاش ديسك قلنا شيء عادل، فلاش ديسك يعادل ان الهارد ديسك، شو عندنا الهارد بالحاسبة لخزن البرامج. الاي اي بروم هو الاي اي بروم قلنا 1 كيلو، هذا تبقى البرامج موجودة البارامترز ما تطير من عده، هذا الواحد كيلو. البوت لودر عندنا البوت لودر نص كيلو، هذا خاص بالاردوينو كوماند حتى يفهم بعض الكوماندات الخاصة بالاردوينو لانجويج. هذا هو بالنسبة للجزء الهاردوير من الجزء الاول من what is arduino، هذا هو الهاردوير of the arduino. ننتقل الآن إلى المحور الآخر من هذا المحور اللي هو أردوينو IDE. شنو هي السوفتوير IDE؟ Arduino Integrated Development Environment of the Arduino. طبعا شلون وين نكتب البرنامج حتى نبرمج الأردوينو؟ نكتبه بالIDE الخاصة بالأردوينو. هاي الIDE وين موجودة؟ السوفتوير هذا باكيج موجود بالحاسبة الرئيسية، راح نكتب بها الحاسبة الخارجية، نكتب بها البرنامج باللغة الهاي ليفل لانجويج اللي هي يسموها Arduino C، بعدين نسوي لها كومبايليشن نحولها الى المشين كود، ومن ثم نسوي لها ابلود الى الاردوينو عن طريق اليو اس بي كونكتر، عن طريق طبعا اليو اس بي كيبل اللي يربط بين الحاسبة والاردوينو، ورا ما نكمل كتابة البرنامج. هذه هي الIDE، تتكون من أربعة أجزاء أو أقسام. القسم الأول أو الجزء الأول هذا الفوق اللي هو المينيوز. المينيوز يشمل عندنا الفايل، الأديت، سكيتش، التول والهيلب. هذه من تشغلها توقف الكيرسر عليها كل واحد راح يشوف شنو يطلع لك أيضا القوائم مالتها. الفايل مثلا سيف آز وإلى آخره. الأديت أيضا عند قائمة مالته، والسكيتش والتولز والهيلب، هذا هو القسم الأول مثل أي برنامج عادي. الجزء الثاني من الIDE هو التول بار. هذا التول بار يشمل عندنا هنا خمسة تولز اللي هي عليها علامة صح، وعندنا السهم إلى اليمين والأوبن والسيف وال يعني خمس علامات من توقف الكيرسر عليها كل واحد يطلع لك شنو الفانكشن مالته. مثلا اول واحد هو الفيريفاي، فيريفاي يعني كومبايل ذا بروجرام، البرنامج من تكتبه تريد تسوي له كومبايل يعني تحوله من هاي ليفل لانجويج الى
low level language machine code او هكسا كود نسميه عن طريق هذا الاول. بعدين من تسوي لك كومبايليشن هنا الكومبايلر راح يبين لك ان البرنامج مالتك مكتوب صحيح او عندك موجودة اخطاء فتحتاج تسوي ديبوجينج تعدل وتصلح الاخطاء وتعيد الكومبايليشن الى ان يكمل عندك البرنامج. السهم هذا الثاني السهم هذا هو الابلود. من تكمل الهكسا الاكسا فايل او المشين كود تسوي له ابلود فينتقل البرنامج عن طريق اليو اس بي كيبل الى المايكرو كنترولر الى الاردوينو. هذا عن طريقة هذني الثلاثة الازرار الاخرى. واحد هو عندك اذا عندك فايل نيو تسوي فايل جديد نيو. واحد اذا عندك فايلات مخزونة سابقا فتقولها اوبن افتح لي الفايلات المخزونة عندي تريد شغلها تعيد تشغيلها. وواحد اخر هو للسيف. سيف يعني خزن. من تريد تخزن الفايل تقول له سيف. هذه هي التول بار الجزء الثالث رقم 3 الوايت زون. هنا نكتب البرنامج. هنا نسوي الاديتنج للبرنامج يعني منطقة تحرير البرنامج. هنا نكتب البرنامج نكتب البرنامج او المشروع في هذه المنطقة الثالثة. المنطقة الرابعة هي منطقة طبعا شنية هذه منطقة المسج. تجيني الرسائل من الاردوينو يعني من اشغل البرنامج هو يعطيني الستيتس هل ان الكومبايليشن كمل او بعده هل انه اكو اخطاء بالبرنامج. لو ما اكو اخطاء فينطيني رسائل في هذه المنطقة للتوضيح ومساعدة المشغل. طبعا يحدد لي الأخطاء إذا كنت نشوف نسوي برامج ونحدد نسوي أخطاء بها نتعمد نسوي أخطاء ونشوف هنا شلون يطلع لنا رسائل على هذه الأخطاء حتى نسوي ديبوجينج ونعيد كتابة البرنامج بعد أن نصلح الأخطاء إلى أن تكمل الأخطاء كلها. ينطيني مثلا كومبايليشن دان أو أبلود دان ينطيني مسج ان العمل مالتي صحيح وما به اخطاء. هذا هو مختصر لعمل وظيفة الاي دي اي البي اي يسموها البي اي الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اردوينو انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. ننتقل الى الجزء الثالث من وات از اردوينو هو انه شلون نكتب البرنامج. البرنامج الابليكيشن الابليكيشن بروجرام للمشروع. اي تجربة او مشروع تحتاج لها برنامج لازم نكتب لها سوفتوير. احنا نكتب البرنامج مالتنا التشغيلي. هذا هو فكرة البرنامج التشغيلي. مثلا هذه التجربة اليوم راح ناخذها ديجيتال انبوت اوتبوت. هذا هو الجزء الاول. الجزء الاول من التجربة عندنا تجربتين هاي الاولى الجزء الاول. مما يتكون البرنامج البرنامج الاردوينو طبعا الاردوينو لانجوج هي اردوينو سي. هاي الاردوينو سي مين جاي اللغة مشتقيها من لغة سي بلس بلس ويا البروسيسنج. هاي اللغتين جمعوها طلعوا منها هاي اللغة اللي يسموها اردوينو سي. هي سي لانجوج سي بلس بلس مضافة إلها الاردوينو كوماندز اوامر الخاصة بالاردوينو سميها اردوينو سي. البرنامج يتكون من ثلاث اقسام. قسم الاول سميه variables and constant definitions تعريف المتغيرات والثوابت. هذا هو الجزء الاول نحدد عندنا ايش نحتاج متغيرات بالبرنامج. نحتاج متغيرات لازم بالسي لانجوج يجب تعريف المتغيرات. واذا ما تعرف المتغير الكومبايلر طلع لك ايرور يقول هذا المتغير ما معرف ما اعرف شنو. لازم تعرفه تقول له مثلا انتجر او فلوتينج او كاركتر او ساين ان ساين او باي بت او بوليان الى اخره او كاركتر او سترينج تحدد له مثل هي من جايه نفس الستاندرات الخاصه بلغه سي بلس بلس. هذا هو الجزء الاول تعريف المتغيرات والثوابت في هذا القسم. القسم الثاني الجزء الثاني هو عبارة عن دالة نسميها setup function void setup function. هاي خاصة بالاردوينو. ما هو عمل هذه الدالة void setup function؟ هذه هي void setup نحدد من خلالها تحديد نعرف البنات البورتات ياهو البورت نخليه input
ياهو مثلا اوتبوت. هاي بالنسبة للديجيتال انبوت اوتبوت. نحتاجها طبعا ايضا بعد بالسيريال تجينا، وفي اشياء كثيرة نحتاج هذا السيت اب من نشغل اشياء اضافية ادفانس. بس بالنسبة للديجيتال انبوت اوتبوت نحتاج هنا نستخدم دالة البن مود، ونحدد يا بن عندنا يا طرف، وهل هو انبوت او اوتبوت. نحدد البورتات حتى نبرمجها حسب حاجتنا، اللي نريده input نكتب input، واللي نريده output نخليه output. القسم الثالث من البرنامج الرئيسي الابليكيشن بروجرام هو الفويد لوب. الفويد لوب هو الداله الرئيسيه للبرنامج. هاي داله infinite loop، داله تكراريه محصوره بين هذا القوس وهذا القوس، بين هالقوسين. هي الفويد لوب محصورة بين هذا القوسين، هاي التكرارية تظل تعيد انفينيت لوب. هذه الجزء الثالث. فمثلا عندنا في هذا المشروع، في هذه التجربة، هذا هو البرنامج اللي راح نكتبه: ديجيتال رايت ليد هاي، ديلي، ديجيتال رايت ليد لو، وديلي. هذا هو الجزء الثالث من الابليكيشن البروغرام. ديجيتال input output، digital input output. طبعا هاي التجربة هي اسهل تجربة، وهي المدخل يكون عادة الى الاردوينو. شلون راح استخدم ذني الاطراف اللي حددناها من البداية؟ قلنا هذه هي اطراف digital input output، عندنا 14 طرف راح استخدمهم. طبعا عندي هنا ما ذكرنا بالمقدمة الطرف 13، البورت 13، النقطة 13، بن 13 موجودة عليه انترنالي، خلينا لد مربوط وياه، فد لد على البورد للفحص، تيست لد مربوط على بن 13 حتى نقدر نستخدمه للتيست بدون ما اضيف اي هاردوير اكسترنالي للاردوينو. اشغل الاردوينو عن طريق هذا اللد. فاول جزء راح اشغل هذا اللد، اسوي بلينكينج فلاشينج، اسوي انطي تايم للاشغله اون، وانطي تايم ديلي، بعدين اطفي. فاسوي مثل بالضبط مثل شلون الاشاره مال السياره، فلاشينج. هذا هو الجزء الاول. طبعا هنا راح ليش اختارينا بن 13؟ قلنا انتجر ليد 13 لانه ما راح اربط مثلا اشياء خارجيه اكسترنالي، ما اربط اي شيء خارجي، اقدر فقط على هذا التيست ليد. اعطي على بن 13 واعرفه داخل الفويد سيت اب، اعرفه لهذا البن كاوتبوت بن، اعرفه كاوتبوت بن، وثم اكتب البرنامج الرئيسي. ما هو البرنامج الرئيسي راح يكون عندي؟ طبعا هاي التجربة اليوم احنا جزئين، هذا الجزء هو الاوتبوت اخراج الرقمي ديجيتال اوتبوت. راح اكتب باللوب، اللوب عندي التكرارية بعد ما عرفت المتغيرات، ليد سميته نقطة 13 بن 13 ليد، سويت السيت اب بن مود ليد اوتبوت، ناخذ ليد اوتبوت. اجي للجزء اللوب ابدي بالتسلسل. اول ما اكتب الكوماند الخاصة بالاردوينو ديجيتال رايت ليد هاي، اكتب ديجيتال رايت يعني اكتب على البن الاي او ديجيتال، اكتب لي على هذا الليد، الليد اللي معرفه شقد هنا عرفته بالبداية 13، اكتب لي على هذا الليد هاي يعني 5 فولت في سي سي. اوكي، ورا ما يكتب لي هذا يسوي لي البن هاي ديلي 2000، انتظر 2000 ديلي 2000، هنا ما يجي بين قوسين هو بالملي سكند، يعني ديلي 2000 يعني 2 ثانية 2 سكند، لأنه بالملي سكند. راح يبقى عندي اون هاي، اون الذي يعني مشتغل لمدة ثانيتين، ثم اكتب له ديجيتال رايت ليد لو، يعني صفر لي هذا البن 13، فمعناته الليد راح يطفى. انتظر ايضا ديلي ثانيتين وتنعاد العملية، اكتب هاي وانتظر ثانيتين، فراح يصير عندي كأنما كلوك 2 سكند هاي 2 سكند لو. هذا هو الفكرة البرنامج الاول. اول برنامج هذا اقدر اشغله فقط على التيست ليد بدون ما اضيف اي شيء على البورد. زين، هذا هو الربط اللي راح اذا اريد اضيف وياها خارجي
أقدر أستخدم أيضا LED خارجي على التوازي مع هذا LED الداخلي، فأخذ واير نقطة من نقطة 13 أوصله إلى الزائد مال الدايود حسب هذه السيركت دايجرام، من بن 13 إلى الأنود مال الليد، وثم من الناقص مال الليد الكاثود إلى مقاومة 330 أوم أو 220 أو 560 أو 460 أي مقاومة كافية لتشغيل الليد. أخذ الكاثود إلى المقاومة ثم أوصل المقاومة إلى الجراوند، فهذا هو اللوب. هنا إذا نجي على الوايرنج من 13 هذا الواير الأزرق أجيبه إلى الأنود مال الليد وثم الكاثود إلى المقاومة، هذه المقاومة واصلة إلى هذا الخط الآخر اللي هو ويا الأسود الأرضي. أنا ماخذ من هنا ال VCC هذا الأحمر، ما مستخدمه هنا، ما أحتاجه بالتجربة هاي التجربة ال VCC ما عندي، بس أحتاج الجراوند هذا الأسود، المقاومة ترجع إلى الجراوند حتى تكمل اللوب. تبدي من 13 إلى LED إلى مقاومة إلى الأرضي، فيبدي LED هنا عندي يبدي يشتغل ويطفى فلاشينج. الجزء الثاني طبعا من التجربة، عندي التجربة الثانية راح أسويها اليوم، التجربة الثانية راح أستخدم ديجيتال إن، أقرأ ديجيتال إن راح أقرأها من سويتش بوش بوتن سويتش، أقرأ السويتش حالة السويتش هل هو مفتوح او مغلق close or open، اقرا حالة السويتش، وعلى ضوء قراءة حالة السويتش مفتاح اقرا المفتاح واشوف هل هو close or open، على ضوء هذا اتخذ قرار. اذا كان close شغل الليد مثل التجربة الاولى سوي لي flashing، اذا كان المفتاح مفتوح طفي للليد، الليد يبقى مطفي. هذا هو الجزء الثاني من التجربة أو التجربة الثانية. هذا السيركت دايجرام، هنا عدي سيركت دايجرام أعيدها، بوش بوتن ومقاومة وياه 10 كيلو، وأخذ من عدها من بين نقطة إلى اثنين بين اثنين أقرأ حالة السويتش. إذا السويتش أوبن هنا عندي أوبن، معناته هاي النقطة اثنين راح تصير للجراوند صفر. إذا السويتش كان مغلق معناته هاي النقطة تصعد الى 5 فولت، فمعناتها هاي. هنا اقدر اعرف النقطة اثنين هل هي هاي لو لو، معناتها السويتش مغلق او مفتوح. على ضوء هذه القراءة راح اسوي اف هاي اللي معروفة بلغة السي الاف، اف بنتو مثلا هاي يعني كلوز السويتش اسوي لي فلاشينج على الليد، اف بنتو لو يعني السويتش مفتوح طفي لي الليد. و هذه هي الدائرة هنا أنا وصفها، تبدأ من 13 إلى LED إلى مقاومة إلى الأرضي، هذا الأرضي الواير الأسود. الطرف الآخر أو الجزء الآخر من الواير الأحمر 5 فولت تجي إلى البوش بوتن سويتش، من 5 فولت إلى بوش بوتن سويتش ثم إلى مقاومة 10 كيلو ثم تنزل إلى الأرضي حسب هاي الدائرة الموجودة بصفنا مجاورة، الدائرة المجاورة. اوكي عندي هاي لوب وهاي لوب، هاي لوب منا وهاي لوب موجودات امامنا، واحدة للليد وواحدة للاخراج هذه الليد، واخرى للبوش بوتن اللي هو يمثل لي الديجيتال ان. فعندي ديجيتال ان وعندي ديجيتال اوت، انبوت هو السويتش اقرا حالة السويتش، اوتبوت اشغل الليد. هنا احتاج برنامج طبعا، هذا هو الخريطة او البناء اللي راح انفذه عمليا، هذا هو الربط، هاي الدائرة السيركت، هاي الديزاين طبعا بالاردوينو الديزاين، هو هاي السيركت تحتاجها الدائرة الالكترونية سيركت دايجرام او سكيماتيك دايجرام. هذه هنا عندي الدائرة الحقيقية الفيزيائية صورة للدائرة، واحتاج ايضا البرنامج اللي يشغل لي هذه التجربة او هذا المشروع. هذا هو البرنامج طبعا بالسي دبل سلاش ما يدخل بالكومبايليشن، ليش؟ لانه كومنت، هذه كومنت اللي هي experiment no one blinking led with push button switch. فابدي اول جزء احدد المتغيرات، تعريف المتغيرات،
انتجر ليد يساوي 13، انتجر بوش يساوي 2، انتجر فال احتاجه لهذا المتغير، احتاجه بالقراءة مالت الديجيتال انبوت، احتاجه ابدي بالفويد سيت اب. هذا هو الجزء الخاص بالسيت اب، هذا جزء السيت اب، بن مود الليد اوتبوت والبن مود البوش انبوت، واحد اوتبوت واحد انبوت، واحد اخراج واحد ادخال، لا تكمل الدالة الفويد سيت اب. عندي دالة اللوب البرنامج الرئيسي، اول ما ابدي الخطوة الاولى فال، هذا فال ديجيتال ريد، هاي ديجيتال ريد كوماند خاصة بالاردوينو، اقرأ بوش، البوش شنو هو؟ الطرف الثاني نقطة اثنين، اقرأ بوش، اف فال اذا السويتش يعني مغلق، اف فال equal to high يعني اذا السويتش مغلق سوينا الكونديشن اللي طبعا تبدأ من هذا القوس وتنتهي لهنا. ديجيتال رايت، ديجيتال رايت ليد هاي ديلي 2000، ديجيتال رايت ليد لو ديلي 2000، هذا بلينكينج نفس اللي سويناه بالجزء الاول، هو هنا عندنا هذا اذا كان السويتش مغلق. ايلس دي اف ايلس الاختيار الثاني اما او اذا هذا ما كان مغلق يعني كان مفتوح السويتش، معناته شو يسوي لي؟ يسوي لي ديجيتال رايت ليد لو، طفي لي الليد، طفي لي الليد وتنتهي الداله مال الايلس، وهذا القوس الثاني هو يسد لي يكمل لي اللوب الرئيسيه، هذا هو الفويد لوب الرئيسيه، هذا اللي شغل لي اياها تكمل اللوب هنا. هذا هو البرنامج الخاص بالجزء الثاني من التجربه. ننتقل الآن إلى الجزء العملي اللي هو الـ Practical Experiments، التجارب العملية، راح ننفذ التجارب، ننفذ عندنا تجربتين ننفذهن إن شاء الله اليوم. البروسيجر هو شلون نسوي التجربة، طبعا أول شيء نربط الدائرة، نربط Connect the circuits as shown in the figure اللي شفناها، الدائرة الأولى بعدين نكملها ثم نسوي الجزء الثاني نربط الدائرة الثانية. ورما نربط الدائرة طبعا نكتب open، نكتب البرنامج، نفتح open new file sketch in the IDE، نفتح الـ IDE Arduino Integrated Development Environment ونكتب البرنامج write the code of the project، بعدين ورا ما نكمل كتابته نسوي له كومبايل اند فيرفاي ذا بروجرام، نصلح البرنامج اذا عندنا اخطاء، الى ان نكمل الاخطاء نعدل ديبوجينج، ثم نسوي ابلود ذا كومبايل كود نحمله الى الاردوينو. بس نكمل التحميل مالته البرنامج راح يشتغل عندنا راسا. اذا عندنا طبعا if you want to change the program you can change any statements in the program and repeat from step 4 above. اي تغيير عندنا اذا نريد نغير طبعا نغير البرنامج نقدر ونعيد من الخطوة الرابعة من compile and verify نعيدها ونسوي له upload جديد. طبعا هنا فتحنا الـ IDE مال Arduino Integrated Development Environment وكتبنا البرنامج مثل ما هنا نشوفه امام. اول جزء هو انتجر ليد 13 void setup، عرفنا pin mode ليد output وثم سوينا اللوب. هنا عندنا digital write ليد high 2000 delay وثم كملنا البرنامج. ورا ما نكتب البرنامج شو نسوي له؟ نسوي له compile من هنا compilation verify، ما نريد نخزنه ما نحتاج نخزن، ونشوف هنا المسج الشريط الاخضر هنا يطلع عندنا والمسج شوف شو طلع لنا. بعد ذا يسوي له كومبايليشن، كمل البرنامج هنا كمل الشريط الاخضر اوكي، وهنا اعطانا مسج دان كومبايلينج، اذا البرنامج ما بيه اخطاء كمله واقدر اسوي من هنا ابلود واحمله. بس اذا فرضنا انه عندي اخطاء، مثلا ناخذ اخطاء نسوي مثلا هذا سيمي كولون كان موجود بالبرنامج ناسي مثلا وسويت له فيريفاي من هنا، نفرض عندنا كان عندي خطا بالبرنامج
ناسي مثلا هذا سيمي كولون، فنشوف ايش راح يصير عندنا. طاني رسالة شريط احمر فوق وشريط احمر جوا، وانطاني مسج expected سيمي كولون بيفور هذا القوس، واشر لي فوق هنا اشر لي فوق على مكان الخطأ، فاجي اعدله اسوي له ديباجينج واضيف هذا السيمي كولون. مثلا ناسي خطأ اخر نسوي، مثلا ناسي هذا القوس، هذا القوس ما كان موجود بالبرنامج، واسوي ايضا اعيد الكومبايليشن واشوف ايش راح يطلع عندي، شلون يتعامل ويا الاخطاء. اوكي هنا أنا ايضا طلع لي ايرور، اشر لي على مكان الخطا الاحمر وقال لي اكسبكتد هذا القوس ات ذا اند اوف ذا انبوت، حدد مكانه، واعطاني رساله قال لي هنا عندك خطا، فراح اسوي الخطا ايضا اعدل الخطا. وافرض عندي خطا اخر، هنا انا معرف ليد كل ليد كله كابيتال، وهنا انا وحده من عندهم خليتها سمول مثلا، اوكي خليتها سمول، يعني اكو فرق بالخطا بالاملاء، فايضا اسوي هنا كومبايليشن واشوف الخطا الاخر شلون راح يتعامل ويا الكومبايلر وينبهني طبعا على الاخطاء. ايضا هنا انطاني مسج وقال لي ليد هذا اللي بي خطا واز نوت ديكليرد ان ذيس سكوب، هذا ما معرف الفاريبل عندك بالبرنامج لان صار فرق بالسبيل بين هذا وهذا، فاذا اعدل الخطا وهنا اكتب البرنامج بصيغته الصحيحه وارجع اسوي كومبايل مره اخرى واشوف بعد ان صلحت الاخطاء ديباجينج نشوف هنا ايش راح يصير عندنا من مسج. اوكي دان كومبايلينج، اذا دان كومبايلينج يعني ما عندي اي خطا، وبهذا اقدر اروح اسوي من هنا ابلود بعد ان اربط اليو اس بي ويا الاردوينو واحمل البرنامج الهكسا كود او الاوبجكت كود، احمله من الاي دي اي الى الاردوينو، فبس يتحمل راسا البرنامج عندي يشتغل بالاردوينو. وهسه راح نشوف طريقه التشغيل. هذا هو بعد ما كملت الربط، هذا هو الاردوينو، هذا الاردوينو البورد، الاردوينو اللوحه ربطت عليها على بن 13 من هنا واير سلك الى مقاومه على البريد بورد، خليت مقاومه وليد ووصلتها الى ارضي حتى تكمل اللوب عندي. كملت الربط هنا وبعد ان كملته وانا كتبت البرنامج وسويت له كومبايليشن سويت ابلود للبرنامج من الحاسبه الى الاردوينو. الان راح نسوي الابلود، كمل البرنامج بدأ يشتغل الليد هنا عندي حسب ما انا كاتب بالبرنامج ايش قد يبقى اون وايش قد اوف، والليد اشتغل بلينكينج هنا طبعا مثل ما احنا كاتبين بالضبط بالبرنامج، يتنفذ مثل ما احنا ردنا وكتبنا. هاي بن 13 دا يشغل لي الليد، من هنا بن 13 دا يشغل لنا الليد اون اوف، اذا هذا هو بلينكينج ليد، بلينكينج او فلاشينج ليد حسب الاوقات اللي احنا كتبناها بالبرنامج. هذا هو التجربة الجزء الاول اللي هي بس اوتبوت، طبعا فقط اوتبوت من البن 13 الى الليد، هذا هو تشغيل مالتنا. بعد ان الجزء الثاني هذا ربطنا، انجزنا الربط مال الجزء الثاني، ربطنا البن 13 كاوتبوت الى مقاومه وليد الى ارضي، وبن 2 ربطنا الى بوش بوتن كديجيتال انبوت، ربطنا البوش بوتن سويتش الى في سي سي من جهه، ومن جهه الى مقاومه والى الارضي، وبالنقطه المشتركه بين البوش بوتن والمقاومه ربطناها الى بن 2 كانبوت ديجيتال انبوت. هنا كملنا الربط واحنا كتبنا البرنامج، كتبنا البرنامج بالاي دي اي وسوينا له كومبايليشن وديباجينج، صلحنا الاخطاء الموجوده واصبح جاهز البرنامج للابلود وتشغيل الاردوينو. هسه نكمل عمليه الابلود. هسه احنا كملنا الابلود، البرنامج بدا يشتغل، الليد مطفي. لماذا الليد مطفي؟ لانه البوش بوتن عندي هنا مفتوح،
سويتش مفتوح، فمعناته الاف الشرط لا يتحقق، وانما يذهب الى الالس ويكتب لنا على الاوتبوت 0. راح اجرب هنا، اجي على هذا البوش بوتن واشغله، اضغط السويتش هنا اشوف الليد بدا يشتغل لانه الشرط تحقق الاف. فاف بنتو از هاي، هسه بنتو هاي، ليش؟ سويتش مضغوط هنا عندنا هسه، الشرط تحقق. ليش؟ لان بنتو صعد للفي سي سي هاي، فالاف تحقق، فيدخل داخل اللوب مال الاف اللي هي بلينكينج، يصير مثل الجزء الاول من التجربه. هسه الدايود يشتغل على الاف لانه تحقق الشرط. اوكي، اواخر افتح السويتش هنا، من نفتح السويتش كمل الديلي الاخير ويدخل الاف هنا، انتهى بعد ما يتحقق الاف ويذهب الى الالس، فمعناتها راح يصير عندي الاف ما متحقق، يروح الالس فيكتب لنا على 13 لو ويطفى الليد. هسه الليد يبقى مطفي لانه ما دام السويتش مفتوح فمعناته الليد يكون مطفي. اعيد اشغلها مره اخرى هنا، اشغل السويتش، اشغل السويتش، فمعناته الدائره راح تشتغل عندي بالاف اللي يتحقق عندي. انا عندي بالبرنامج كتبت اف ايلس، اف بن تو هاي سوي لي فلان شيء، ايلس سوي فلان شيء. فهسه عندي الاف متحققه، ليش؟ لانه هسه بن تو هاي، السويتش السويتش كلوز، فمعناته بن تو هسه في سي سي هاي، فاف بن تو هاي تحقق الشرط، فيدخل باللوب مال الاف اللي هي بلينكينج مثل التجربه الجزء الاول. اوكي، من افتح السويتش هنا، أنا افتح السويتش، السويتش ما زال بعده سويتش اون، ومعناته متحقق الشرط. اوكي، هسه فتحت السويتش، فالليد راح يدخل في الالس ويبقى مطفي ما دام السويتش مفتوح. هذا هو تشغيل الديجيتال ان ديجيتال اوت. الديسكشن، المناقشه، الديسكشن راح تشمل لنا النقاط التاليه: why we use pin 13، لماذا استخدمنا pin 13؟ why we use pin 13؟ can we use another pin؟ هل نقدر نستخدم pin اخر؟ ما هو الجواب؟ لماذا استخدمنا pin 13؟ واضح الجواب، واضح جدا، لانه pin 13 اذا استخدمناه ب internal led، يعني ب led test led، اذا استخدمنا طبعا نقدر نستخدم بن اخر، ولكن لازم شنو؟ نربط بن خارجي، ما نقدر نعتمد على البن الداخلي، فقط بن 13 يوجد مربوط عليه شنو؟ internal test led. يقول write the program، سؤال ثاني، write the program of our experiment without constant definition for led by using direct number. نقدر لو ما نقدر؟ نقدر، بدل ما اعرف الليد وبعدين اقول له بن مود ليد هاي، راسا اقول له بن مود، وين رابط الليد 13؟ بن مود 13 هاي، 13 اوتبوت، 2 بن مود، 2 انبوت، ما بدون متغيرات بالارقام ممكن. What is the delay XX function used in the experiment program؟ ما هو الديلي؟ الXX هاي اللي بين قوسين تجي بعد الديلي، هاي شنو هي؟ هل هي مايكرو سكند، نانو سكند، ملي سكند، سكند؟ اوكي، ما هي؟ احنا قلنا الXX هي البرنامج هذا هو جاهز موجود تكون بالملي سكند. Why we use the semicolon and the bracket؟ لماذا استخدمنا هاي النوع من الاقواس والسيمي كولون بالبرنامج؟ ليش استخدمناها؟ لماذا؟ طبعا هذه من اساسيات السي بلس بلس لانجوج، اللي سوى كتبوا لغه السي هم اختاروا هذه الاشياء، وليس احنا اختاريناها كمشغلين، وانما اللي كتب اللغه هو اللي اختار هاي الاشياء. List the types of variables used in C language. ما هي؟ عدد لنا بعض المتغيرات المستخدمة في لغة سي. طبعا لغة سي بها واي متغيرات، اللي منها انتجر، فلوتينج، دبل، لونج، ساين، ان ساين، كاركتر، وهكذا، سترينج، بايت. اوكي، هاي انواع المتغيرات اللي موجودة في لغة سي. What are the setup and loop functions؟ ما هي هاي الدوال؟ حكيناها
في المحاضرة. السيت اب هي دالة لتعريف البنات اللي هي انبوت ادخال والاخراج. اللوب هي الدالة الرئيسية انفينيت لوب للبرنامج اللي راح يكون تكرارية انفينيت. رايت بروجرام to blink the LED for 3 seconds on 3 seconds off. نفس البرنامج هذا اللي كتبناه لكن بدال ديلي 2000 شكد يصير؟ يصير ديلي 3000 او اكثر حسب انت شكد تريد الاون شكد تريد الاوف. تختار هنا الديليات مثل ما انت تريد بالبرنامج، تغيره طبعا حسب انت ما ترغب. وبهذا تكون التجربة كملناها، وشكرا للاستماع.